أهلا بكم إلى المشهدية. وفي مشاهدها، خيبة أمل في تل أبيب بعد تهديد بايدن بوقف إمدادها بالأسلحة إذا اجتاحت رفح. ما حقيقة الخلاف الأمريكي الإسرائيلي هذه المرة؟ وهل يلجم حكومة نتنياهو؟ بوتين يؤكد أن موسكو لن تسمح بوقوع تصادم عالمي رغم سياسات النخب الغربية. هل ما زال الباب مواربا للحوار بين روسيا والأطلسي رغم كل الخلافات؟ معرض في عمان احتجاجا على إسكات الأصوات الفلسطينية في الغرب. كيف يوثق حالات الغضب والإحباط والأمل لدى الناشطين في الخارج؟ ومايكروسوفت تطور نموذج ذكاء اصطناعي سري لأعمال التجسس خصوصا لأجهزة الاستخبارات الأمريكية. كيف سيعمل بمعزل عن الإنترنت؟ نقطة تحول أم إجراء صوري اتخذته واشنطن بوقف توريد بعض القنابل الثقيلة إلى تل أبيب؟ أخيرا لجأ جو بايدن إلى استخدام أكثر الأدوات تأثيرا في الاحتلال، من دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال المس بمكانة إسرائيل لدى الولايات المتحدة. قتل مدنيون في غزة نتيجة لهذه القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون بها المراكز السكانية. هذا أمر سيء. إذا ذهب الإسرائيليون إلى رفح وهم لم يذهبوا بعد، فلن أزودهم الأسلحة التي استخدمت للتعامل مع المدن. سنواصل التأكد من أمن إسرائيل فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي صدرت من الشرق الأوسط مؤخراً. يقر بايدن بالمشاركة الأمريكية في سفك دماء الفلسطينيين في غزة بالقنابل التي أمد بها جيش الاحتلال، وهو ما يزيد تلطيخ صورة حكمه قبيل أشهر حاسمة من الانتخابات. وربما تريد واشنطن تأكيد نيتها الضغط الجديد على حكومة نتنياهو لوقف الحرب عبر تجميد عملية رفح للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار. لكن سلوك تل أبيب حتى الآن لم يتبدل، على العكس تماما. بدأ جيش الاحتلال عملية في حي الزيتون لتأمين القوات المتوجهة إلى رفح، ما ينفي صفة الاستعراض عن الخطوة ويجر الصراع إلى أماكن مجهولة مع تصاعد أعمال جبهات الإسناد. أبعد من الوقائع ثارت إسرائيل بحكومتها ومسؤوليها، لأن إدارة جو بايدن هددت بمنع توريد بعض الأسلحة فقط وخروج القضية إلى دائرة الضوء، فيما ناهز عدد الشهداء في غزة 35,000، من دون أن يجرؤ كثيرون على توجيه أي انتقاد لتل أبيب وواشنطن. أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين. أولا، ماذا دفع واشنطن إلى اللجوء إلى أشد أدواتها تأثيرا في تل أبيب؟ وما حقيقة الخلاف الأمريكي الإسرائيلي هذه المرة وما تأثيره في الحرب والمفاوضات؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف السيد مايكل سبرينغمان الدبلوماسي السابق، وحضرتك معنا من واشنطن. سيد مايكل، أهلا وسهلا بك معنا. يعني بالسؤال اللي طرحناه يعني قبل قليل، السؤال الثاني عن تأثير إن كان بالميدان أم حتى على المفاوضات، دعنا ندخل بما هو جديد ومتعلق بالمفاوضات. حصل قبل قليل وأعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، كان يفترض أن نذهب إلى وقف لإطلاق النار، فإذا بالمفاوضات هي التي تتوقف وكل الوفود تعود إلى يعني دولها، ما الذي حصل وماذا يعني ذلك؟ ما حصل في المفاوضات هو أن حماس قد حددت شروطها وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة غزة. بالطبع كان الرد الإسرائيلي سلبيا، هذا باختصار ما حصل. نشهد على جولات وصولات من المحادثات فيما الإسرائيليون يواصلون الحرب. بالتالي المشكلة هي هل الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ موقفا جوهريا اختلافا ما أم أنها ستواصل الحديث لمجرد الحديث فيما الانتخابات بعد 6 أشهر؟ طيب، أين الضغط الأمريكي اللي كانت تتحدث عنه أمريكا أنها تريد أن يعني نذهب إلى وقف إطلاق نار ضروري؟ أيضا الآن يتحدث كيربي ويقول أنه أمريكا تريد مساعدة إسرائيل في استهداف قادة حماس وتشكيل هيكل حكم بديل. أين كل المساعي حتى آخرها كان تهديد بوقف توريد بعض أنواع من الأسلحة إلى إسرائيل في حال اتخذ قرار كبير بالاجتياح الكبير لرفح؟ فإذا بالمفاوضات تتوقف الآن لمعرفة أي مصير تنتظر رفح، أين هي كل هذه المساعي والضغوطات الأمريكية اللي كانت تقول أمريكا أنها تمارسها على كل الأطراف؟
Well, Kirby's remarks about continuing more of the same are the true remarks. The earlier ملاحظات كيربي statements تتحدث عن مواصلات يناش نفسه وهي صادقة إلى حد ما. يتحدث عن تهديد إسرائيل بالتوقف عن إمدادها ب3000 قنبلة. نتحدث عن وعد بوقف ذلك، ولكن هذه وعود لأغراض الانتخابات المقبلة، وذلك على ضوء المظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد، تحديدا المظاهرات الطلابية في الجامعات، وأن الموضوع بات تحت الأضواء. لكن الكونغرس يبقى داعما كبيرا لإسرائيل ودعما للإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وحتى أن المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة قد قامت بالتنديد بهذه المظاهرات. بالتالي فروع الحكم الثلاثة، القضاء والفرع التشريعي والتنفيذي، تدعم انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها هذا الكيان الصهيوني. والحديث عن توقف عن إمداد إسرائيل بالسلاح هو مجرد حديث، وذلك حديث عام لا ينمو عن أفعال ولا يتعلق بمعاقبة إسرائيل على استخدامها للفوسفور الأبيض مثلا في رفح وإغلاقها لمعبر رفح الذي كان خط الإمداد الحقيقي النهائي الذي يزود الناس الأبرياء في فلسطين بالماء والغذاء والوقود لكي تستمر الحياة ولو قليلا. ولكن انقطع كل الإمداد الممكن حتى عن العمليات الإنسانية، عودة إلى ما حصل مع الاعتداء بحق المطبخ العالمي. طيب، هذا الإعلان الأمريكي الآن بوقف المفاوضات، هل هو أعطى ضوء أخضر أمريكي لاجتياح رفح، سيما وأنه التحركات بدأت على الأرض من قبل القوات الإسرائيلية؟ Well, I believe that stopping the talks is part of the American support of Israel. نعتبر أن وقف المحادثات هو جزء من الدعم الأمريكي لإسرائيل. لو أردت أمريكا أن تتخذ موقفا حاسما لقالت بكل بساطة سنوقف الأسلحة، نوقف التمويل ونحرص، بالتالي على أن تخضع إسرائيل لعقوبات، وكذلك ستستهدف مرافقها النووية وستكون مدنها معرضة، وسيتوقف الأمريكيون عن التوقف عن إمداد شبكات التجسس الإسرائيلية بما تحتاجه في الداخل الأمريكي، وستتوقف كذلك عن مساعدة كل الشركات والسفارات والقنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في فيرجينيا على مقربة من الولايات المتحدة الأمريكية من العاصمة تحديدا. كل ذلك كلام، وكما قال يوما وينسل تشرشل، الكلام وفير ولكن الأفعال قليلة. يعني ما كان يهدد به أو تهدد به إدارة بايدن لناحية بدءا بتأخير شحنة الأسلحة والتهديد الآن بإلغائها، لكن ربطا فقط بشرط أنه يكون في عملية كبيرة برفح، رغم أنه أصلا ما يحصل الآن هو بحد ذاته كبير ويعني يستمر بشكل أكبر بموضوع الإبادة، تشك بأنه إسرائيل ممكن أن توقف أو تهدد أو تنفذ تهديدها بتوقيف توريد الأسلحة حتى لو كانت أنواع معينة، تشك في هذا الكلام حضرتك؟ بالطبع هذا أمر مشكوك به، أن نرى أمريكا تقطع كل قنوات الدعم عن إسرائيل. بايدن وصف كلامه وقال سنحرص على أن تمتلك إسرائيل الإمداد الكافي بالأسلحة الدفاعية، لكن ما تعرف ذلك تحديدا؟ يمكن للبندقية أن تستخدم لأغراض دفاعية وهجومية تماما كالدبابة أو كقذائف الهاون وغير ذلك. قال بايدن كذلك سنواصل التأكد من تمتع إسرائيل بالسبل المطلوبة لمواصلة تشغيل القبة الحديدية التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل والتسليح الأمريكيين وعلى الدعم التقني الأمريكي. إذن بايدن يقول كل ذلك كما قلت للاستهلاك الداخلي، وهذا يبين أنه حتى بعد كل الضغوط التي نمت عن المظاهرات الطلابية لم يتخذ أي قرار فعلي. يتحدث عن إجراء ما لكنه عاجز عن اتخاذه. لكن لماذا يقول للإعلام، يعني إذا ما اعتبرنا أنه يقول سنوقف توريد الأسلحة الثقيلة أو الدقيقة لإسرائيل لامتصاص غضب فئة الشباب في الداخل الأمريكي، لكن ماذا عن قوله أنه هذه القنابل اللي أرسلتها أمريكا
ساهمت أو يعني تم قتل مدنيين فيها، ألا يؤثر هذا على يعني موضوعه هو مصيره تحديدا بموضوع الانتخابات؟ لماذا يقول هذا في العلن؟ Well, Biden confessed to saying that American weapons were used to kill Palestinians. أقر بايدن بأن الأسلحة الأمريكية قد استخدمت لقتل الفلسطينيين، وذلك ليظهر بحلة جيدة متعاطفة أقله بعين الطلاب الأمريكيين، وأنه يعترض على ما حصل. ولكن كما قلت، كلام فارغ لا يؤدي إلى أي إجراء حاسم على الأرض، ولو كان جديا لقال أكثر من مجرد الاعتراف أو الإقرار بأن هذه الأسلحة قد استخدمت لقتل الفلسطينيين، ولقال أن ما حصل ويحصل هو جريمة على مستوى جريمة حرب وإبادة جماعية. سنفعل كل ما في وسعنا لنضع حدا لذلك، وسنستخدم الأسطول الخامس في المتوسط لتعطيل حركة الإسرائيليين كما يدأب اليمنيون على ذلك عبر البحر الأحمر، ومن خلال التهديد بتوسيع نطاق العمليات وصولا إلى شرق المتوسط. بالتالي الواقع هو أن بايدن يواجه ضغطا كبيرا من الطلاب، لذلك يأمل أنهم عندما سيعودون إلى ديارهم خلال الصيف فهذه المعارضة ستضمحل، وأن الوحشية الشرطية المستخدمة بحق الطلاب ستنجح، وستتوانى هذه الحركة الطلابية عن الأنظر. وبعد ذلك في فصل الصيف في نهايته سيشارك في مؤتمر حزبه، ويبدو كأنه الرئيس السلمي الذي حاول أن يضع حدا لإسرائيل، لكن على الأرض لم يفعل أي شيء. سيد مايكل، ابقى معنا. بما أنه تحدثنا عن شحنات الأسلحة والقنابل سنتعرف عليها أكثر، نادرة هي حوادث تعليق شحنات أسلحة أمريكية إلى إسرائيل، وكان عام 82 آخر تاريخ لحدث مشابه. سنتابع بالتفصيل ما تحويه شحنات الأسلحة التي تريد واشنطن وقف توريدها إلى تل أبيب. ما مجموعه نحو 3500 قنبلة ثقيلة هي التي أجلت واشنطن توريدها إلى الاحتلال الإسرائيلي على خلفية معارضة واشنطن اجتياح رفح كما تزعم الإدارة الأمريكية. هذا العدد ينقسم إلى شقين، الأول عبارة عن 1800 قنبلة تزن الواحدة منها 2000 رطل أي أكثر من 900 كيلوغرام، والثاني عبارة عن 1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل أي أكثر من 220 كيلوغراما، ولها أضرار تدميرية في المناطق المزدحمة سكانيا. هذه القنابل الضخمة يمتد تأثيرها إلى مساحة كبيرة، وفق الأمم المتحدة فأن الضغط الناتج عن انفجارها قادر على تمزيق الرئتين وقطع الأطراف على بعد مئات الأمتار من موقع الانفجار. ووفق تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر فأن استخدام متفجرات واسعة النطاق في منطقة مكتظة بالسكان من المرجح جدا أن تكون له أثار بلا تمييز. الشحنة تتضمن أيضا نحو 6500 وحدة من معدات GDAM أو كما تعرف بذخائر الهجوم المشترك من صنع شركة بوينغ، التي تحول القنابل الغبية إلى قنابل دقيقة التوجيه بالاستعانة بأنظمة توجيه متطورة، وكذلك نظام تحديد المواقع GPS. كما تضم الشحنة قنابل صغيرة القطر SDB1، وهي عبارة عن قنابل انزلاقية دقيقة التوجيه تحوي نحو أو تحوي 250 رطلا أو أكثر من 110 كيلوغرامات من المتفجرات. النائب في أو عضو الكنيسة عن حزب الليكود تالي غوتيلات توجهت بالحديث لبايدن، تقول: إن كنتم لا تريدون إعطائنا صواريخ دقيقة حسنا، لدينا صواريخ غير دقيقة وعلينا حماية أنفسنا. وبدل توجيه صاروخ موجه لتفجير غرفة واحدة بشكل دقيق، لا مشكلة لدينا، سنوجه صاروخ غير دقيق وندمر 10 مباني، لا يوجد أي مشكلة لدينا، المهم حماية أمننا القومي. هذا الكلام كان بلغة حادة وجهته تالي غوتيلات عضو الكنيسة عن حزب الليكود. ما تعليقك اليوم؟ قادرة فعلا إسرائيل بهذا النهج وبهذا الخطاب أن تكمل، خاصة أن بريطانيا قالت أنه نحن نختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق باستمرار توريد الأسلحة لإسرائيل، وهي مستمرة بهذا الموضوع؟
Well, my view is that the member of the Knesset's remarks about using imprecise missiles that they can't get precise bombs. ملاحظة عضو الكنيست بالنسبة إلى استخدام هذه القنابل هو تصريح واضح، وهو يعبر فعلا عن السلوك الإسرائيلي حيال الفلسطينيين. فكل ما يتحدث عنه الإسرائيليون طوال الوقت هو القنابل، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكف عن إمداد إسرائيل بالطائرات المستخدمة لإلقاء هذه القنابل، والصهاينة الإسرائيليون يقومون باستيراد الأسلحة كذلك من الهند اليوم، وأنا أتوقع أن يكون الهنود سعداء ببيعهم بالقنابل المطلوبة، وهم أساسا يستخدمون هذه القنابل لقتل الناس وتدمير كل مباني خلال تطهير فلسطين في 48. كان الإسرائيليين سعداء باستخدام حتى أصابع الديناميت كمتفجرات لتدمير المنازل السكنية، المستشفيات، وبالتالي هو نهج عتيق ليس بالأمر المستجد. المشكلة ليست في القنابل، المشكلة هي أن الكيان الصهيوني، كيان الفصل العنصري، يواصل النهج نفسه ويواصل حربه بكل السبل المتاحة. لا حاجة لاستخدام قنبلة مثلا من 2000 رطل لتدمير منزل، يمكنهم أن يستخدموا دبابة أو شاحنة كما فعلوا وكما قتلوا يوما المناضل الأمريكية، وذلك كاف لتدمير منزل سكني فلسطيني. بالتالي هو تضليل من جانب بايدن أن يتحدث عن الكف عن توريد القنابل لإسرائيل بدون الحديث عن الكف عن تزويد إسرائيل مثلا بالصواريخ، بالطائرات النفاثة، بالمقاتلات، بكل أنواع الأسلحة التي تستفيد منها إسرائيل وتحصل عليها من كل الدول ومنها الهند، وليست هي بالدولة الديمقراطية المعروفة. يعني يوجد بدائل لإسرائيل ممكن أن تعطيها أسلحة، وهل هي يعني هذه البدائل تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية؟ أصلا هذا التهديد الأمريكي له أي تداعيات في مجريات الحرب؟ سيكون إن كان لإسرائيل بدائل؟ Well, if the Israelis buy weapons from other people, from India, from their great supplier, Great Britain, إن كان الهنود أو الإسرائيليون يشترون الهنود والأسلحة من المواردين الأساسيين تحديدا من الهند والمملكة المتحدة وألمانيا التي توفر ثلث حاجات إسرائيل من السلاح، أعتقد أننا لن نشهد على تغيير فعلي والحرب ستستمر. إن كفت أمريكا عن إمداد إسرائيل بالأسلحة التي تحتاجها ستنتقل إلى مصادر أخرى لن تدقق كثيرا أقل هو على الورق، ولن تتردد في توفير ما تحتاجه إسرائيل من أسلحة دمار شامل. طيب، إسرائيل هيوم نقلت عن مسؤول إسرائيلي قال بالحرف: علينا احتلال رفح كي نظهر للعالم أن إسرائيل ليست محمية أمريكية. يعني الآن أصبح اجتياح رفح له علاقة، واحد من أهدافه فقط لكي نقول أنه لسنا محمية أمريكية. هذا الكلام يدل على يعني بات الخلاف حقيقي، ربما كان في البدايات نقول أنه قد يكون مسرحية وتقسيم أدوار وغيرها. نحن في أي مرحلة من الخلاف الأمريكي الإسرائيلي؟ ممكن أن يكون في هذه المرحلة مجرد تقسيم أدوار وهو غير حقيقي؟ بالنهاية ستكون يعني الولايات المتحدة الأمريكية في صف إسرائيل أم لا؟ نحن أمام بوادر خلاف حقيقية. Well, I believe that your statement earlier in your remarks is exactly right, that it is role صراحة ما قلتمه سابقا هو دقيق. نتحدث عن تبادل أدوار، عن مسرحية أمنية وسياسية. الولايات المتحدة الأمريكية لإغراض الاستهلاك المحلي والداخلي تقول سنقوم بتعليق بيع أنواع محددة من الأسلحة إلى الإسرائيليين في حال قاموا بمهاجمة رفح، ولكن إسرائيل أساسا بدأت بمهاجمة رفح، ربما ليس من خلال عملية واسعة نطاق، ولكن من خلال قضم مستمر وتدمير مستمر. نتحدث عن وجود 1.5 مليون من اللاجئين في رفح، وبالتالي هذه هي فكرة إسرائيل عن الحل النهائي. ستواصل فعلها وستظهر للعالم أن لا أحد قادر على الضغط على إسرائيل لأي غرض كان، وأن إسرائيل تسيطر على الحكومة الأمريكية وتسيطر على الحكومات الأوروبية. لا نسمع مثلا أي اعتراض من ألمانيا، وأن ألمانيا تقول أن هذه إبادة جماعية ونحن مستعدون لقطع العلاقة مع كيان الفصل العنصري الإسرائيلي. لا نسمع مثلا البريطانيين يعلون الصوت ويقولون أنهم يريدون كذلك أن يضعوا حدا لدعمهم لإسرائيل، على العكس يواصلون الدفع قدما وحتى يضغطون على
طلابهم ويضغطون على ساساتهم الذين ينتقدون إسرائيل. بالتالي بشكل أساسي بكل بساطة ما يحدث هو ذر للرماد في العيون. البعض مختاط مما يفعله الإسرائيليون ولكنهم غير مختاطين بدرجة تدفعهم لفعل أي شيء جوهري. كما قلتم هي مسرحية أمنية، تبادل الأدوار لن تؤدي المسألة إلى أي تغيير فعلي. سيد مايكل، إذا ما توقفنا عند تصريحات ترامب تحديدا عندما يقول انحياز بايدن لحماس سيقود إلى حرب عالمية ثالثة، وأيضا يقول أنه كل يهودي صوت لبايدن عليه أن يشعر بالخجل، هذه المواقف ماذا يفهم منها على صعيد التعاطي مع إسرائيل؟ كيف تفيد إسرائيل بمكان؟ وأيضا كيف يستثمرها ترامب وأي تداعيات لها؟ بماذا تقول عن المرحلة المقبلة؟ ماذا يفهم من هذه التصريحات لترامب؟ في السابق عندما كان ترامب رئيسا كان دعما كبيرا لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، نتذكر ذلك جيدا، وقام بالانسحاب من خطة العمل الشامل المشتركة مع إيران كما أراد الإسرائيليون. بالتالي صراحة لا أظن فعلا أنه سيكون شخصا مختلفا إذا ما انتخب رئيسا المرة الثانية في نوفمبر تشرين الثاني. يقول ما يقوله بكل بساطة ليجذب مزيدا من الأصوات ولكي يظهر بايدن على أنه شخص ضعيف غير قادر على السيطرة على حكومته وعلى إسرائيل، وبكل بساطة يطلق تصريحات علنية استعراضية تبدو جيدة تقنع البعض وربما تدفع البعض الآخر إلى التشكيك في موقفهم حيال بايدن. كل ذلك لكي يظهر بايدن على أنه الشخص ضعيف. ولكن بايدن لطالما قال دوما أنا صهيوني، ولا حاجة للمرء أن يكون يهوديا ليكون صهيونيا. من جديد كل هذا هو كلام عام لأغراض الانتخابات. لابد أن نلتفت إلى أفعاله الحقيقية في حالة ترامب تحديدا. كان الرئيس الذي أمر بقتل قاسم سليماني أمام مطار بغداد، وكان الرجل الذي أرسل جنودا إلى اليمن لمهاجمة مناضلي أنصار الله، وكان الرئيس الذي أمر بقصف سوريا على ضوء الوثائق الذي صدر مثلا بشأن أصحاب الخوذي البيضاء على نتفليكس. بالتالي لا أرى أي تغير في سلوكه إذا ما أصبح رئيسا. مايكل سبرينغمان الدبلوماسي السابق كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. روسيا لن تسمح بوقوع تصادم عالمي رغم السياسات الغربية، هذا ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام العرض العسكري في موسكو لمناسبة الذكرى 79 للانتصار على النازية. بوتين اتهم الغرب بمحاولة السعي لزرع الفتن في العالم من أجل تحقيق طموحاته، وشدد في المقابل على أن القوات الروسية الاستراتيجية في حالة تأهب دائم. ستبذل روسيا قصارى جهدها لتجنب مواجهة عالمية، لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بتهديدنا. قواتنا الاستراتيجية في حالة تأهب دائمة. الغرب يحاول تشويه حقيقة الحرب العالمية الثانية ويسعى إلى زرع الفتن في مناطق في العالم من أجل تحقيق طموحاته، وتبرير النازية أصبح جزءا من سياسة النخب الغربية. يجب أن تفتح روسيا مجالات جديدة أمامها كما حدث مرارا على مر التاريخ، وأن تسعى إلى الاكتفاء الذاتي. حول هذا الموضوع معنا مسلم شعيتو مدير مكتب الميادين في موسكو. مسلم أهلا وسهلا بك معنا. يعني بين الحديث دائما عن تأهب القوات الروسية وحالة جهوزيتها بخطاباته الأخيرة، وأن روسيا لن تسمح بوقوع تصادم عالمي، ما الذي أراد أن يقوله بوتين أيضا انطلاقا من تحذيره من تشويه وتحريف التاريخ؟ نعم، في خطاب بوتين اليوم بيوم الانتصار كان استكمالا للخطاب الذي ألقاه منذ يومين في مناسبة تنصيبه رئيسا للفترة المقبلة. كان واضحا بهذه الكلمات وهذه الرسالة موجهة لأطراف داخلية ولأطراف خارجية. بالنسبة لما كان يعنيه حول الأسلحة اللا استراتيجية النووية، هو ربطها لاحقا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك حرب عالمية شاملة
ومع ذلك أسلحتنا استراتيجية جاهزة، أي هو يخاطب الغرب تحديدا الناتو بكل دوله أننا لن نصل إلى مستوى الصدام العالمي لأننا نمتلك القدرات من الرد المناسب الذي يردع هذه الدول من أن تنجر إلى صراعات واسعة وصراع دولي، إن كان في أوكرانيا أو في دول أخرى تستعد حلف الناتو لتجهيزها كفنلندا ودول البلطيق والسويد التي أصبحت أعضاء جديدة في الناتو. لكن انشغال هذه الدول أيضا بمعارك أخرى ولروسيا دور أساسي فيها، هذا يدل على أن روسيا بدأت تلعب دورا دوليا إقليميا فاعلا في تحديد الخطة التي وضعها وهي تعدد الأقطاب ووقف استفراد واستغلال الدول الأوروبية للدول الأخرى، وقال أنها انتهت وهناك الكثير من الآفاق أمامنا. وبالمناسبة تحدث عن شجاعة الصين وقوتها ودورها في الحرب العالمية الثانية ليؤكد أننا نحن أيضا نمتلك صداقات وعلاقات يمكن أن نقف ضد الناتو وضد تصرفاته. طيب مسلم، هل ترك بمكان الباب مواربا بشكل مقصود بوتين مع الغرب؟ نعم، هو لم يغلق أبدا، وأنتم تعرفون أن حتى الآن العملية العسكرية في أوكرانيا لم تتحول إلى حرب، إذن بالتالي هناك الكثير من إمكانيات التفاوض، وقالها أننا نحن مستعدون للتعاون مع كل من يرغب في السلم والأمن العالمي الذي لا يتجزأ ولا يحدد على أساس مساحة وقدرة الدول اقتصاديا أو سياسيا. وبالتالي عندما يقول لن نسمح بحرب عالمية، هي من ناحية طمأنة للكثير من دول الحلفاء منها وحتى الأخصام، ولكن عندما يقول أننا أسلحتنا استراتيجية جاهزة هي أيضا رسالة ليقول مستعدون للمفاوضات، ولكن من موقع قوة، من موقع تغيير معادلة العالم التي لا يسمح بعد الآن بأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم بها وأيضا تسيطر على القرارات في أوروبا. إذن الباب مفتوح وما زال مفتوحا، لكنه ليس لفترة طويلة. أعتقد أن روسيا بخلال السنتين من الحرب استعدت ويبدو أنها تستعد أيضا من أجل حسم هذه المعركة راحقا أو منتظر حدث سياسي سيحدث في الولايات المتحدة بعد الانتخابات. لكن أصبحت لروسيا كل القدرات العسكرية والسياسية للسير بشكل سريع نحو الحسم. مسلم شعيتو، مدير مكتب الميادين في موسكو، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. في كل دول العالم يتظاهر الراشدون، وحدها غزة تشهد تظاهرات يقودها الأطفال الذين يتعرضون لكثير من الانتهاكات إلى جانب القتل والتهجير. مشهدنا اليوم من دير البلح وسط القطاع، حيث نظم أطفال فلسطينيون انقطعوا عن الدراسة، نظموا احتجاجا في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر الذي أدى إلى توقف تعليمهم. وبدلا من أن يمارس الأطفال ألعابهم وينشدوا أغانيهم، وقفوا أمام مستشفى الأقصى في دير البلح ورددوا أغاني تطالب بحقهم في التعليم. مشاهدينا، فاصل ونواصل المشهد. من جديد أهلا بكم في معرض صبات، توثق المصورة والروائية البصرية الفلسطينية رشا الجندي موضوعات تتعلق بحالات الأحباط والغضب والأمل لدى الناشطين والحركات المؤيدة لفلسطين في برلين. هي المدينة التي شهدت أعنف أساليب الاضطهاد للصوت الفلسطيني منذ بداية الحرب على غزة. المعرض يمثل حالة احتجاج مرئي بالأبيض والأسود، يجمع بين التصوير الفوتوغرافي واللوحات الرقمية، وهو ينظم في إطار مهرجان الصورة السنوي في العاصمة الأردنية عمان، الذي يحمل هذا العام تيمة الوجود عنوانا له بمشاركة عدد من الفنانين الغزيين. أه
اليوم بمعرض رشا الجندي اللي بيحكي عن التحديات اللي عم بتواجه الفلسطينية ببرلين بهذه الفترة الحساسة بالعالم، بالمظاهرات اللي بيطلعوا فيها وبكل النشاطات اللي ضد العدوان اللي عم بيصير بغزة. فعم بيمثل هذا الموضوع بشكل مختلف شوي عن طريق الكتابات، عن طريق الانستوليشن، وعن طريق اللوحات اللي التصوير اللي مرسوم عليه لوحات. هذا المعرض طبعا هو مش المشروع الأول للفنانة رشا، ولكن هذا النوع من المعارض هو حالة توثيق وحالة تحدي، حالة توثيق لما يحصل حاليا في فلسطين، ولكن بطريقة نسميها مثل الخطف خلفا. يعني إحنا أنتوا بتحكوا عن محرقة، أنتوا بتحكوا عن جدار عازل، أنتوا بتحكوا عن عنصرية، كله يحصل في فلسطين. هي وثقته في ألمانيا لتوصل رسالة إنه هذا ما يحصل يوميا في فلسطين. ممكن للصورة أن تفضح جرائم الاحتلال وتعبر عن معاناة الإنسان الفلسطيني وتعبر عن صمود الشعب الفلسطيني. أنا بشوف في كل جزئية في المعرض الألوان الأسود والأبيض اللي بتعبر عن التناقض الشديد اللي عم بيصير في الرأي العالمي باتجاه القضية الفلسطينية، فعلاً أنه بيعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني. يعني عدم وجود حيادية نهائياً في القرارات وفي في الإعلام، في نقل الصورة اتجاه اللي بيصير بالقضية الفلسطينية كمان موجود هون. أنا حسيت هذا الحكي كله موجود. الحديث أكثر معنا من كينيا صاحبة المعرض الروائية البصرية الفلسطينية رشا الجندي. رشا، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، يعني في الكثير من نقاط الاستفهام، لماذا بداية الصبار؟ شكرا كثير على استضافتي ويعطيك العافية. الصبار هو رمز لاستمرارية الوجود الفلسطيني على أراضي فلسطين المحتلة بكاملها من المية للمية. وهو أصلا من أكثر الرموز استعملوه الفنانين الفلسطينيين من أول ما صارت النكبة يعني لليوم، لأنه بدل على استمرارية الوجود وعلى أنه هو لأنها نبتة أصلا صبار بتطلع حتى لو الواحد قطعها، بتضلها أي جزء منها بنزل بالأرض ممكن يطلع مرة تانية ويشرش. وحتى ما الواحد يروح على فلسطين المحتلة اليوم رح يشوف إنه بالقرى المهجرة الصبار عم بيطلعوا، بيكون هو شاهد على إنه هذا مكان قرية مهجرة تم احتلالها من قبل الكيان الصهيوني. ورغم كل الظروف المناخية يعني يستمر الصبار بأن يكمل في نموه، حتى إن كان بدون ماء في ظل الحر في كل الصعوبات يستمر بأن يبقى صامد. طيب، موضوع أيضا الأبيض والأسود كان لافت في هذا العمل أيضا، لماذا؟ بصراحة هو اختيار فني، يعني اختيار شخصي. أنا كثير بحب أشتغل بالأبيض والأسود، من معظم مشاريع بالأبيض والأسود، مع أنه بشتغل كمان بالألوان، بس بحس كمان برلين مدينة بيلبق لها الأبيض والأسود. لأنه حتى الوقت اللي صورت فيه كان بشتاء 2023 السنة الماضية بشهر 1 و2 تقريبا، عملت هذا التصوير أو هذا المشروع، مع أنه التفكير فيه كان بلش قبل، بس مع رمادية الألوان ورمادية السماء والموضوع نفسه، فاخترت أنه يكون بالأبيض والأسود عشان الناس تركز أكثر على الأماكن، الظلال، الأبيض كمان، اللون البياض الموجود كمان بالصور، والرمادي اللي هو كتير بهذا الوقت من السنة بالشتاء. دائما نقول كل حدا بيروح على برلين بيقولها كتير مدينة رمادية، فبالنسبة لي كان يعني خيار مناسب إنه أختار الأسود. وهون بسألك رشا، حتى اختيار الألوان بالصورة كيف يمكن أن يفهم أكثر من يرى هذه الصورة بموضوع القضية نفسها؟ يعني هو كمان يعني كمان مرة هو الأبيض والأسود أكثر شيء هو خياره عشان الواحد يركز، يمكن على أنا وجهي الوحيد المبين أكثر شيء، فيمكن على الأشكال، على الأحجام الناس، أو على الأشكال الموجودة من خلال الجدار ومن خلال حتى ملمس الجدار بيكون مبين أكثر من الأبيض والأسود. اللون ممكن يأخذ شوية من انتباه الناظر إذا كان في ألوان،
بس مثل ما قلت من قبل، هي برلين اصلا بالشتاء، او الوقت اللي صورنا فيه هي فيش فيها الوان، فيمكن بسبب الموضوع وبسبب المكان صحيح. اكثر شيء كان مناسب واختيار الابيض والاسود. طيب ايضا رشا، لما بنحكي عن هيك موضوع واضح انه يجب ان يكون منطلق من تجربه شخصيه. اخبرينا عن تجربتك بهذا الموضوع على ان نتحدث في الخطوه الثانيه، كيف نقلتيها لتجسديها؟ تمام. أنا شاركت بهذا المشروع مع مجموعة من المتطوعين اللي فضلوا طبعا عشان سلامتهم بسبب القمع الألماني يضلوا يعني أخلي وجوههم مخفية بطريقة أو ما، بس في فنان فلسطيني ميشيل جبرين شاركني بهذا المشروع برسوماته، فالرسومات اللي تم إضافتها لبعض الصور لإبراز القصة من وراء الصورة أكثر، هو اللي عملها على يعني بطريقة مرئية. وهو تجربة اكشلي تجربة ميشيل، لما انا قعدت معه وحكينا شوية وكنا عم نشتغل على مشروع تاني كان هو مشارك فيه وانا المصورة، حكى لي انه كتير بحس بوقاحة النظام الألماني او بوقاحة برلين بشكل مخصص كمدينة، انه حاطين ارمات بتقول بتحكي عن جدارهم، جدار برلين، وانه الواحد لازم يتخيل هذا الشيء مع انه هذا الشيء واقع بفلسطين المحتله. هو عائلته تفرقت بسبب هذا الجدار. من هون انا يمكن كثير اثرت في قصته لميشيل، والسنين تراكمات زيارات لالمانيا كل هاي السنين، وروحها على كل الاماكن، مش بس ببرلين كمان برا برلين، اللي بتورجي المحرقه وتاريخ الحرب العالميه الثانيه وما بعدها من جدار برلين والجدار الفاصل اللي عندهم، خلاني كل هاي التراكمات تيجي مع بعض مع قصه ميشيل، خلقت هيك مثل الحافز انه اعمل هذا المشروع. طيب وكيف صارت عمليه تطبيقه لايصال الصوره عن عمليه اسكات الصوت الفلسطيني؟ انتوا اليوم مش بس عم تشتغلوا فن، انتوا عم تشتغلوا توثيق، انتوا عم تشتغلوا تاريخ، انتوا عم بتوثقوا شيء رح يبقى للاجيال القادمه ومنه سيفهم الكثير من الامور لمن لا يتابع سياسه اكيد يتابع فن. صح معك حق 100%. هو بالاخير انا كانت الفكره منه لما فكرت في الموضوع بيني وبين حالي، هو انه كثير بيحكوا الالمان وبيحكوا عن المانيا دائما بيحكوا عن الشعور بالذنب الالماني، علشان هيك هن بدافعوا عن الكيان الصهيوني وعشان هيك بدعموه بشكل عمياني. بس انا بالنسبه لي هذا الحكي انا بتقديري الشخصي مش مزبوط، تقديري الشخصي من تعاملي مع المان او حتى النظام الحكومه الى اخره، بحس انه او حتى قراءاتي لكتب عن المانيا وتاريخها وواقعها، أنا بتقديري إنه هن عندهم لسه تفكير عنصري استعماري داخل يعني بالنظام نفسه اللي بنشوفه هلا اليوم، واللي بلش اكشلي من 3 4 سنين القمع، مش بس اليوم، بس اليوم عم نشوفه أكثر عشان الإعلام عم بيغطيه كمان أكثر. بس أنا بالنسبة إلي هن عمرهم ما طلعوا من الفكر الاستعماري العنصري اللي هو اصلا ادى الى المحرقه في الحرب العالميه الثانيه، وهذا الشيء اللي انا حاولت اني اعمله، انه يعني اجمع بين فكره انه المانيا هي دوله مستعمره وما طلعتش عمرها من هذا الشيء ولا واجهته ولا حتى عرفت كيف تواجهه، لا بالنظام الدراسي تبع الاولاد الصغار عندهم ولا عند طبعا الكبار اللي دخلوا نفس النظام، او هي كمان دوله استعمرت في فتره من الفترات وكان عندها جدار فصل الناس وفصل للعيال وفصل الناس اللي بتحب بعض عن بعضها. فالغريب انه هن يعني حتى هذا الدرس اللي هن مروا فيه او التجربه اللي مروا فيها الصعبه اللي صار فيها قنص لناس وناس انقتلوا بسبب الجدار، ما خلتهم انه يحسوا او يطلعوا من الفكر الاستعماري بالنسبه لما تيجي القصه بالنسبه لفلسطين المحتله او حتى اماكن ثانيه غير فلسطين المحتله، اذا هذا الشيء بفيدهم او بفيد نظامهم الرأسمالي القائم حاليا. فعشان هيك انا جمعت بين المعالم اللي موجوده ببرلين الخاصه بالمحرقه اليهوديه وبجدار برلين، وصار التنفيذ مع مثل ما قلت لك مع شويه متطوعين بفضل نظرهم مش معروفين، وهن كمان اللي يساهموا بكتابه بعض النصوص اللي موجوده كمان بالمعرض. هذا يعني هن فكروا فيه ايش بحبوا يساهموا كمان بالكتابه او بافكارهم بالنسبه للقمع. مش مثل ما قلت القمع بلش
يعني تقريبا 2021 وكمل وكثير كتر ل 2022 و23، وهلا طبعا عم نشوفه تقريبا كل يوم، اذا مش كل اسبوع، اذا مش كل يوم. كل الشكر لك رشا الجندي، روائية بصرية فلسطينية، كنت معنا من كينيا. بين الذكاء الاصطناعي وعالم الأمن والتجسس علاقة تتطور يوميا وبنحو يلقى تحذيرات عالمية. آخر صيحات التكنولوجيا نظام جديد وسري معزول عن الشبكة العنكبوتية مخصص لأجهزة الاستخبارات الأمريكية لضمان أمن المعلومات. فأي ارتباط بين استثمار شركات التكنولوجيا الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي والخدمات الأمنية؟ وهل يحمي عزل النظام الجديد عن الإنترنت بيانات الاستخبارات؟ وفي المقلب الآخر، كيف يمكن تطويره من دون إنترنت؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الخبير بأمن المعلومات والإعلام الرقمي أحمد الشيخ. أحمد، أهلا وسهلا بك معنا. ماذا يعني نظام جديد سري معزول عن الشبكة العنكبوتية مخصص لأجهزة الاستخبارات الأمريكية لضمان أمن المعلومات؟ الخبر مخيف أم إيجابي؟ هو ده بالضبط اللي هم عايزيننا نتساءل عنه. هو في نقطة دعائية كبيرة جدا في الموضوع. كان في تصريح سابق لواحدة من المسؤولين أو يعني مسؤولة كبيرة في أجهزة المخابرات الأمريكية قبل شهرين، قالت إن جهاز المخابرات الذي سيستخدم أو يعني هيكون له السبق في استخدام الذكاء الصناعي هيكون له الغلبة في عالم المخابرات. وبالتالي يعني شايف ان في جزء دعائي من الموضوع. CIA او المخابرات الامريكيه عايزه تقول ان احنا حققنا هذا السبق، تفوقنا على الجميع، احنا اللي عندنا الجهاز المبهم او هذا السوفت وير المبهم اللي محدش عارفه، احنا اللي سبقنا الجميع، احنا المتطورين في عالم الذكاء الصناعي. مايكروسوفت برضو عايزه تستغل ده، تقول ان احنا برضو متطورين لدرجه ان احنا عاملين نظام جديد بيتم تحديثه حتى بدون ما يتوصل بالانترنت. هو طبعا جهاز يعني غير معروف، وبالتالي هيكون صعب علينا تقييمه. هم بس اللي هيقدروا يقيموه، هم اللي هيقدروا يقولوا إذا كان ناجح ولا فاشل. وده برضو جزء يعني من حالة الغموض والضبابية المحيطة بهذا الموضوع، أن ما حدش هيقدر يقيمه إلا مستخدميه. نحن أمام أي مخاطر يعني؟ وأعطينا أمثلة عن استخدامه. ما الذي يمكن أن يكون استخدامه؟ عبر ماذا؟ عبر أي قنوات؟ هو ده هيكون سيستم مغلق داخل أنظمة المخابرات، ولكن استخدام الذكاء الصناعي هو في الأصل يعني الذكاء الصناعي يستخدم من قبل أجهزة المخابرات بشكل يومي في الشوارع. يعني الكاميرات المنتشرة في الشوارع، البعض منها دي كاميرات تجسس، هي كاميرات تعرف على الوجه، تتعرف على وجه الشخص وبتخزن معلوماته وتستدعي تاريخه. ده موجود في بعض الدول وفي بعض الأماكن الحساسة. هذه الأجهزة أو هذه المعلومات الكتير جدا التي تم جمعها عن طريق استخدام الذكاء الصناعي، قد يكون بقى تعقب الأشخاص، جمع ملامح وجوههم، جمع معلوماتهم، اعتراض مراسلات. يعني أمريكا بتتجسس في أنحاء العالم، وده شيء معروف، عندها قواعد في أنحاء العالم. طيب بعد ما جمعت كل هذه المعلومات، كيف يتم فرز هذه المعلومات واستدعائها والاستفادة منها؟ هنا بقى بيجي دور هذا النظام الجديد، إن هو ليس نظاما للتجسس ولكنه نظام للاستفادة من المعلومات التي تم حصدها عن طريق التجسس. علشان كده هو شبيه بتشات جي بي تي، يعني العنصر بتاع المخابرات
الاستخبارات الأمريكية هيسأله سؤال أو هيطلب منه معلومة أو هيطلب منه تصور معين، فهو هيستدعي من خلال المعلومات التي تم حصدها عن طريق أجهزة المخابرات وأجهزة التجسس الأخرى، هذا الجهاز بقى أو هذا السوفت وير أو هذا النظام سيكون الحلقة التالية لعملية التجسس، ليس تجسس ولكن استفادة من التجسس. طيب، ونحن أمام أي مخاطر أو أي احتمالية خطأ ممكن أن تحدث؟ وهل يعني إذا ليست على الشبكة العنكبوتية يعني هذا أكيد أنه البيانات محمية؟ هو لازم يكون بعيد عن الشبكة العنكبوتية، وعشان كده بقول إن الموضوع فيه جزء شوية دعائي. دايما في الأجهزة الأمنية وحتى في بعض المستشفيات والحاجات اللي هي عندها معلومات خاصة بتحميها القوانين، عادة بيكون عندها أنظمة منفصلة عن الإنترنت علشان تتجنب القرصنة وتتجنب الأخطاء وتتجنب تسريب المعلومات وكل هذه المخاطر. علشان كده هذا السوفت وير أو هذا النظام، فكرة إنه معزول عن الإنترنت، ده شيء مش مفاجئ، ده طبيعي. ولكن هو الغريب شوية أو التحدي بقى هيكون تحديث هذا النظام بدون الوصول إلى الإنترنت، وبرضه ده هيكون منطقي. ليه؟ لأن هو أساسا في الأصل هو لا يعتمد في معلوماته على الإنترنت علشان نوصله بالإنترنت علشان يحدث معلوماته، هو معلوماته بيجيبها أساسا من مصادر خاصة، من أنظمة خاصة، من أجهزة الاستخبارات نفسها. وبالتالي زي ما هم جمعوا هذه المعلومات وقدموها لهذا السوفت وير في المرة الأولى هيتم تحديثه بعد ذلك. فكرة الخطأ، أي شيء تكنولوجي هو عرضة للخطأ، ولكن زي ما احنا قلنا هذا النظام هو هيكون حكر على أجهزة المخابرات الأمريكية. طيب، وهل نستطيع أن نقول أو نؤكد أنه هذه الخطوة هي من أجل يعني تقدم البشرية حقيقة أم لأهداف أخرى ستكون؟ لا، من اجل يعني من اجل تقدم المخابرات الامريكيه اوكي، لكن من اجل تقدم البشريه ده اكيد لا. هو زي ما احنا قلنا هي اجهزه المخابرات دايما في صراع على مساله استخدام الذكاء الصناعي. كان في تصريحات لرئيس وكاله المخابرات الخارجيه البريطانيه MI6 قال ان احنا هنستخدم الذكاء الصناعي، بل نستخدم الذكاء الصناعي، ولكن الذكاء الصناعي لن يكون بديلا عن الجواسيس البشر. وبالتالي يعني فاللي بيدور على وظيفه جاسوس ما يقلقش، الذكاء الصناعي مش هياخدها منه. يعني الاجهزه المخابرات مستمرة في أعمالها لمصالحها، لمصالح الدول، ولكن ليست أكيد لمصالح دول أخرى ولا لمصلحة البشرية. هي عمليات مخابراتية للأهداف المخابراتية المعروفة. أحمد الشيخ، الخبير بأمن المعلومات وخبير الإعلام الرقمي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة، نلتقي غدا بنفس التوقيت. شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.